أهلا بكم. تابعنا منذ قليل المؤتمر العاجل اللي عقده طبعا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدني، هي أنه تناول حادثتين مهمين جدا، قطار سوهاج وجنوح السفينة في قناة السويس. وكان المؤتمر بالمناسبة فيه أخبار جيدة وقرارات هامة للغاية هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. في البداية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كرر طبعا التعازي لضحايا حادث القطار الأليم في سوهاج، وأشار إلى أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بحضور عدد من الوزراء لبحث كيف يتم تشغيل القطاع المهم ده بأقل قدر من المخاطر لحين استكمال التطوير. طيب، أيضا رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أكد على معلومة مهمة جدا، وهي أنه أرقام الضحايا والمصابين من الحادث اللي تم الإعلان عنها امبارح كانت تقديرية. اتضح أنه الأرقام دي أقل من اللي أعلن عنها أمس. دي أول حاجة. أيضا بخصوص حادث جنوح السفينة في قناة السويس، قال أنه استثنائي، خاصة وأن السفينة من أكبر الناقلات على مستوى العالم. ودكتور مصطفى مدبولي قال أنه هيئة قناة السويس بدأت تتعامل مع جنوح السفينة من أول لحظة، وخاصة وأنه مجرى قناة السويس شديد الدقة والحساسية ومعروف فين أماكن الأعماق من الأساس، وفي إدارة كاملة لإدارة السفن وأحجامها، ويعني يمكن عندنا عشرات السفن يوميا على مدار الساعة بتتحرك فيه. أوضح أنه هيئة قناة السويس أيضاً بخبرتها الكبيرة بدأت تستعين بكل الكوادر الفنية والمعدات اللازمة، بالإضافة لكده الاستعانة بكل الإمكانيات المتاحة، وتم الاستعانة أيضاً بخبرات دولية علشان يكون في نصح وتعامل جيد مع هذه الأزمة الاستثنائية كما أشار دكتور مصطفى مدني. أيضا أشار إلى أنه الفريق أسامة ربيع هو رئيس هيئة قناة السويس هيعقد مؤتمر صحفي النهاردة هيعلن فيه كل الإجراءات اللي بتتم حاليا في هذا الموضوع، ووجه طبعا الشكر والتقدير لكل الدول والجهات الدولية اللي عبرت عن دعمها لمصر في أزمة السفينة، وعرضت أيضا هذه الدول المساعدات فنية ولوجستية مختلفة لحل الأزمة. طيب، عاد طبعا رئيس الوزراء لحادث قطار سوهاج، أعتقد هو الأهم هذه الساعة، وأكد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات للضحايا للمصابين أيضا، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لكل المصابين، وسرعة أيضا صرف معاش ثابت للمصابين. وجه الرئيس بتطبيق الإجراءات اللي من شأنها بتحقق فكرة التوازن بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد ده على مستوى الجمهورية، واللي بيحتويه كمان من نظم إلكترونية مستحدثة أو حديثة، ده بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير كل القطارات طبعا لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان لكل الركاب، ويعني مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات لحد ما يكون في أو ما يتم الانتهاء من تحديث هذه المنظومة. وأيضا المسؤولين المعنيين هيقوموا بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل اللي هي متعلقة بتطبيق هذا أو بالتطبيق في هذا الإطار اللي بنتكلم عنه، في حين اكتمال المنظومة بشكل نهائي، وده يمكن السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث إن شاء الله. أيضا دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت أنه منذ وصول خبر حادث قطار سوهاج لهيئة الإسعاف وصلت أول سيارة إسعاف يمكن خلال 5 دقائق مش أكتر من كده، وأشارت إلى أنه 105 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة تعاملت مع هذا الحادث للتمكن من الإخلاء الأمثل والآمن كمان في نفس الوقت في وقت قياسي. بعد كده تم إرسال المصابين للمستشفيات بشكل عاجل، وتم ده كمان بمساعدة أهالي المكان. أضافت وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي أنه تم توفير 3000 كيس دم بجانب الدم طبعا المتواجد في المحافظة. والمفاجأة المهمة لوزارة الصحة قالت أنه أعداد الوفيات زي ما قلت انخفضت، وأكدت أنه دققنا في يعني أرقام الإصابات ورصدوها، طلعت 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من الأهالي، منهم 20 في حالة غيبوبة، وكان في الإبلاغ بأنها جثامين. وبعد التدقيق بعد كده طبعا من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة والأجهزة المعنية ومتابعة كل المستشفيات.
القتيلة النهائية بنقولها، وصلت الإصابات ليه 185 إصابة، والوفيات 19 حالة، وثلاث أكياس شلاء حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها. ده البيان المؤكد من وزارة الصحة. ويمكن الملاحظ أنه الإصابات زادت بعد التدقيق والمتابعة الطبية، لأنه في حالات تم تسجيلها على أنها حالات وفاة، ولكن كانت الحالات دي في غيبوبة تامة بعد التدقيق. تم خروج 90 حالة، الإصابات كانت 116 كسور في العظام، و89 كان جراحات مختلفة، و20 كانوا في غيبوبة تامة زي ما قلنا بعد الارتجاج، وتم نقل 3 حالات جراحات دقيقة لمعهد ناصر امبارح. طيب ننتقل برضو لنقطة مهمة تم طرحها في المؤتمر الصحفي، وهي حديث وزير النقل فريق كامل الوزير، وقال انه في 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير قطاع السكة الحديد، وانه بنهاية هذا العام ان شاء الله مش هيكون في اي عربة قديمة في السكة الحديد، وبيتم حاليا عمل ازدواج لكل الخطوط في مصر. وزير النقل كمان قال إنه إحنا بنحاول نواكب بين متطلبات التشغيل وسلاسة السكة، وقال إنه كان قدامنا حل من اتنين، يعني إما نقفل السكة الحديد لغاية سنة 2022، ولكن ده صعب لأن السكة الحديد يعني بتشيل حوالي مليون شخص، فالحل كحكومة توافقت على تنفيذه إن كل قطاراتنا ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين المسير، وحالياً ما قدمناش غير كده، لكن ده هيعمل تأخير حوالي 25% من زمن الرحلة، ولكن ده هيكون يعني قصاد سلامتنا. ده كلام سيادة الوزير. وأيضا أردف كلامه وقال إنه في إجراءات يمكن خاطئة بتحصل ولازم تتوقف هذه الأيام، زي قيام المراهقين بإلقاء الحجارة على القطارات، لازم الظاهرة دي تتوقف. لازم كمان نوقف فكرة المعابر غير القانونية على السكة الحديد. لازم نوقف ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات. في المقابل هيزيد التزام العاملين داخل هيئة السكة الحديد. انتقل أيضا لنقطة مهمة، وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباش تحدثت أيضا وقالت إن الرئيس وجه بضرورة مساعدة المصابين وذويهم، توفير أماكن إقامة ليهم، توفير غذاء. تم كمان التأكيد على إنه ضروري يتم الصرف أو صرف 100,000 جنيه للمتوفين، والعجز الكلي أيضا 100,000 جنيه، ويتم تدرج في التعويضات، وكل من تسبب في هذا الحادث في إصابته أو عجزه كليا، أي حد تسبب له الحادث بإصابة أو عجز يتم صرف معاش ليه مدى الحياة. أيضا قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن اللي تسببت يعني اللي كان عنده إصابة تواجد فيها في المستشفى أكتر من ثلاث أيام هيصرف له من 20,000 جنيه ل40,000 جنيه، ومن هو أقل من 3 أيام هيتم صرف ل10,000 جنيه. يعني يمكن دي كانت أهم النقاط اللي وردت في مؤتمر الصحفي اللي عقد منذ قليل، تابعناه مع حضراتكم وذكرنا لحضراتكم أهم النقاط ويمكن المختصر لهذا المؤتمر الصحفي. نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة. يعني بعد قليل عندنا الكثير من التغطيات والفقرات اللي بنقدمها من تلفزيون اليوم السابع، فشكرا للمتابعة. للقاء.